أرسنال ماشي كويس، 6 نقط من ماتشين، بيجيب جوان كويس، لاكازيت، اوباميانج، حكى نيكيتا لما نزل جاب جون، ساكا لعيب كويس، بيبي ابتدى يلعب مش الماتش اللي فات. ليفربول يعني محافظ على القوام الرئيسي، والقوام الرئيسي كله في احسن حالاته، حتى في فابينيو لما لعب سيرد باك الماتش اللي فات كان كويس جدا، وقف فيرنر في اوقات كتير، كان بيلعب على فيرنر تقريبا. الكسندر رجع تاني الماتش اللي فات احسن بكتير من الماتش الاولاني. روبنز نفس الكلام، يعني كل اللعيبه طبعا. تياجو الكانتارا راجل جاي من الدوري الالماني، مضى السبت ولا الجمعه، لعب الحد ولا السبت على طول بعديها بيوم، وتحس ان هو يعني مش غريب عن الفرقه. اكتر نمبر اوف باسز في 45 دقيقه في تاريخ البريمير ليج، 75 دقيقه، 75 باس، 75 باس، 70 تمريره. تسمع كلامنا احنا يعني مش لازم تعلق على دعاء، يعني مش لازم تطلع صحيح. هو انت صلح لك تاكدك ان هو صعمت معاه على طول. انا قلت 75 باص، انت قلت لك 75 دقيقه، انت جاي من هو لعب شوط خطا بذمه امك تفكر يعني ماتش. اقعد اسندك طول ام الحلقه، انت فكرت على ماتش فكرت عليه سنك. انت شاغل نفسك مش عارف ايه وبتاع، ركز في ال 75 دقيقه. لا تياجو لعيب هيفيد جدا جدا، ومختلف عن هاندرسون. يعني هاندرسون من اللعيبه الطف اللي بتجري اللي بتروح، هو بيلعب ويمشي اللعب. رايك هاندرسون هذا احتياطي؟ يعني انت رايك مش هياخد احتياطي بس يعني هيعمل كل شويه. خلي بالك يعني دايما كلوب مفيش نص ملعب تحديدا مش ثابت، بيغير كتير. دايما هتلاقي رينالدو وكيتا وهاندرسون وبعدين مينر يلعب، يعني هيغير كتير. موسم طويل وعنده ماتشات كتيره، فما اعتقدش انه هيبقى فيه ثلاثه اساسيين في ثلاثة في نص الملعب. انت انا دايما اثنين وبيغير واحد او واحد وغير. يعني في تغييرات غير الثلاثة اللي قدام غير الأربعة اللي ورا بيبقوا ثابتين، لكن نص الملعب عنده دايما بيغير فيهم كتير طبعا، فمش هيلاقي مشكلة. وبعدين هو بيقدر يتعامل مع اللعيبة بشكل كويس، لكن أكيد هيتعامل مع هيحط تياجو ألكانتارا في ماتشات مهمة. كواليتي مختلف، كواليتي مختلف، كواليتي مختلف. يعني بيلعب في ديب، خباك بيلعب ديب على طول، يعني بيعمل انه هيلعب عالي وهيحط لك في لعيب كورة جامد نص الملعب، حلو جدا، لعيب جامد، لعيب ممتع يعني.